Ja, 4 Meter, den wir haben, lohnt sich auch. المفروض بقى دلوقتي اللي احنا عملناه في النظري وزي ما قلنا ان احنا هدف نطلع تو كيرف، كيرف اسمه نو لود كاركترستكس، كيرف اسمه لودنج كاركترستكس. في الاول خالص عايزين بس نطلع الكتاب كده كده في كونكشن. في كونكشن ده الهدف اللي احنا هنعمله. يعني ايه؟ انا بعمل دي سي جنريتور، فالهدف ان انا يكون عندي حاجه تدور الجنريتور ده. لو جبنا كده التجربه نفسها لو جينا التجربه نفسها، هو بيقول لي اعمل كونكشن للشكل ده. ايه الشكل ده؟ بمنتهى البساطه كده، ده الجنريتور بتاعي اللي هو بيطلع الباور الالكتريكال، وهتلاقينا في دايره فيلد انت المفروض تحط عليها الفي اف او الاي اف. هتلاقينا عشان الجنريتور ده يطلع كهرباء اصلا لازم حاجه تدوره، فهجيب له ايه؟ دي سي موتور. الدي سي موتور ده هخليه يطلع سرعه 1500 ار بي ام، يدور الجنريتور ده بسرعه 1500 ار بي ام، واقعد اغير في الاي اف او الفي اف. فلما اغير فيهم ايه اللي يحصل؟ الاي اي او الانديوسد فولتج بتاع الجنريتور يتغير. فارسم اول كيرف خالص. طيب عايزين بقى نعمل الكونكشن ده ببساطه كده. انا عندي دي سي سورس الاولاني ده، الدي سي سورس ده انا عشان اتحكم في سرعه الموتور ده اصلا هحط فاريبل دي سي سورس على الارمتشر، واقعد اغير في القرص ده كده، اعمل له روتيت يمين وشمال. كل ما ازود الفولت على الارمتشر سرعه ده تزيد. طيب امتى اعرف ان ده بيطلع بالظبط سرعه 1500 ار بي ام؟ في على الشفت اللي هو بيربط بين الموتور والجنريتور حاجه اسمها تاكوميتر. لو انت قربته شويه كده هتلاقي التاكوميتر ده بيقول لك لو لقيت على الطرفين بتوعك فولت قيمته 20 يبقى اعرف ان سرعه الشفت 1000 ار بي ام. طيب افرض انا عايز السرعه تكون 1500 ار بي ام، لازم يكون طالع لي 30 فولت. فانا هقعد ازود في البتاع ده كده السرعه ده تزيد، والاقي في الاخر ان ده لما يطلع 30 فولت افهم ان سرعه الشفت بقت 1500 ار بي ام، فوقف السرعه وابتدي اشغل ايه؟ في الجنريتور. طيب ففي الاول كده هنوصل اللي هو السورس ده على دايره الفيلد، دايره الفيلد هي اي 1 واي 2. طيب فدي ده النيجاتيف فيخش على اي 2، وده البوزيتيف فيخش على اي 1. طيب وده الفولتج اللي هو الثابت، حتى هنا حتى مكتوب تحتيه 220 فولت دي سي، ده بيطلع بس 220، لكن ده بيطلع من 0 ل 220 بناء على حركه ده. ماشي؟ طيب فالثاني ده انا هدخله على الارمتشر، الارمتشر هو سي 1 وبي 2، فالبوست بيخش على سي 1 والنيجاتيف هيخش على بي 2، بي 2 اللي هي الطرف الثاني من الارمتشر. هي توصيف البوستيف والنيجاتيف هتفرق؟ اه هتلاقي دور كده ودور كده. ماشي؟ طيب كده الجزء الاول من الدايره خلص، اللي هو الحاجه اللي هتدور الجنريتور. عايز بقى الجنريتور ده. ده منتهى ببساطه، في الاول خالص مش هوصل اي لود، فتلاقي البرانش بتاع اللودنج ده مش هيكون موجود. فانا هعمل ايه؟ هوصل دايره الفيلد، هوصل هنا فاريبل دي سي سورس عشان ما اعمل له فاريشن، الاي اف يتغير فالانديوسد فولتج يتغير، فبالتالي هحتاج اميتر على دايره الفيلد بتاعت الجنريتور. وهنا عايز اقيس الفولتج اللي خارج من الجنريتور، فبالتالي محتاج فولتميتر على الاوت بتاع الجنريتور عشان ده يقيس اي اي وده يقيس اي اف. طيب هنعملها ازاي؟ هو المفروض النيم بليت دي كانت بتعبر عن النقط بتاعت الجنريتور. فايه اللي هيحصل؟ في دايره فيلد اللي هي اي 1 واي 2، دول هدخل عليهم فاريبل دي سي سورس، وفي دايره ارمتشر هي سي 1 وبي 2، دول اللي هحط عليهم فولتميتر عشان اقيس الانديوسد فولتج. طب نعمل الكونكشن دي. انا عايز اطلع فاريبل دي سي سورس واعديه على الدايره بتاعت الفيلد. فهنطلع من البوزيتيف النقطتين دول بيطلع لي من 0 ل 220 فولت دي سي فاريبل. طب هو طبعا كنت اروح على الفيلد على طول، ولكن هحط بس في السكه ايه؟ الاميتر عشان اقيس التيار بتاع الفيلد. ومن الارمتشر فيلد ده اطلع على اول نقطه في الفيلد، اول نقطه اللي هي اي 1. فتلاقي اي 1 لو انت كنت حاطه كده يعني هتلاقي اي 1 اخر نقطه فوق على اليمين اللي هي دي. طيب والطرف الثاني، والطرف الثاني الاقصر، والطرف الثاني من السورس اللي هو النيجاتيف يروح على اي 2 اللي هو هنا النقطه اللي تحت اي 1 اللي هي النقطه دي.
كونكشن كده. انا خلصت داله الفيل. لما اضغط على الفيل ده بقى هتلاقي البتاع ده بيتغير، معناها ان هو ايه اي اف بيتغير. طب عايز اقيس بقى الفولتج اللي طالع من الارميتشر. هجيب افو، هجيب افو اللي هو ده. الافو ده مطبق بسيطه كده. الهدف ان انا اقيس الفولتج بتاع الارميتشر، فانا عايز اقيس سي 1 وبي 2. سي 1 وبي 2 فين بقى؟ سي 1 اهو، بي 2 تحت اهو. بص ده كده النقطه بتاعت سي 1 ودي النقطه بتاعت بي 2. بس ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنشغل البتاع ده، نجيب سرعه 1500 ار بي ام عن طريق الافو ده، نوصل نقعد نغير في الاي اف وناخد قرايه. ماشي، انا بس تعمل جدول بين اي اف و اي دي. انا دلوقتي بزود الدي سي فولتج بتاع الدي سي موتور عشان اوصل لسرعه 1500 ار بي ام. هو تقريبا كده سرعه الفولتج بتاع التاكو، الفولتج بتاع التاكو تقريبا يعني 30 فولت اللي هو سرعه الشفط 1500 ار بي ام. خلاص انسى بقى النقطه دي كده واروح اقرا هنا ايه بقى؟ الاي اي والاي اف. هنا اد طبعا دلوقتي كده مخلي الاي اف بزيرو. شايفين الفولتج ده؟ الفولتج ده هو الريزيدوال فولتج. يبقى دي كده اول قرايه، لما الاي اف كان بزيرو الفولتج قيمته 2 فولت اللي هو الريزيدوال فولتج. طب دلوقتي هدخل بقى هشغل الدايره بتاعت الفيل. كده اول قرايه زيرو اي اف اداني 2 فولت. احط كده قيمه اي اف معينه وليكن دي. القرايه دي كام بقى؟ بص هو الاميتر ده بيقيس اي سي ودي سي. هتلاقي في مؤشر فوق كده او ماركينج بيقول لك ان هو علامه ايكوال، ده معناها اللي هو الدي سي، واللي تحتها تقرا لو انت مدخل اي سي كرنت، الكرنت بتاعنا دي سي، فانا هقرا من على المؤشر اللي فوق. طب هقراها ازاي؟ التيار ده قيمته كام؟ 5 في 1 على 100 في 0.05. يطلع لي فولت بكام؟ 21 فولت. طيب ازود تاني كده الاي اف، ازود شويه. طيب هخلي الاي اف تقريبا 10 في 1 على 100 اللي هو 0.1 امبير. هتلاقي الاي اي بقى 37 فولت. طيب اخيرا كده ناخد قرايه كمان. لما الاي اف بقى 0.015 الفولتج بقى كام؟ تقريبا 52 فولت. من الثلاث قرايات دول اقدر ارسم اول كيرف خالص اللي هو ايه؟ اقدر ارسم اول كيرف خالص اللي هو بتاع مين؟ النو لود كاركترستكس. كده دي اول تجربه. اي مشكله؟ من ثلاثه او الاربعه بوينتس كنت ترسم كيرف كده هتلاقيه فعلا مش بيبتدي بزيرو، وهتلاقيه مع الوقت مش بيزيد نفس الزياده اللي كان بيزيدها في الاول، هتلاقيه ساتوريت رايح ناحيه الساتوريت. طيب دلوقتي عايزين نعمل التجربه الثانيه اللي هي نفس الكونكشن، ولكن المره دي بس هحط لود. اللود ده اللي هي الريزيستنس بتاعتنا دي. الريزيستنس دي لما حضرتك بتحرك البتاعة دي كده بيطلع ريزيستنس فاريبل من 0 مثلا ل 250 اوم مثلا. ماشي. طيب هنا ايه اللي يهمني؟ التيار بتاع اللود والفولت بتاع اللود عشان ارسم الكيرف اللي هو بايه؟ بيقل مع الوقت. طيب فايه اللي هيحصل؟ انا هدور سرعه الموتور عند 1500 ار بي ام. دي سهله. هل هنا انا محتاج احط اميتر على دايره الفيل؟ لا. لان اصلا هدفي اثبت اي اي اللي هي كيو فاي واوميجا. انا ثبت السرعه والاي اف هثبتها ازاي؟ هلعب كده في الفي اف عند رقم معين واثبته ومش هلعب فيه تاني. كده اول ما اثبت ده واثبت ده هيطلع لي ريليشن بتوين في ال واي ال. هقعد اغير في اللوكيشن بتاع الار ال القيمه بتاعتها
لما غير القيمه بتاعتها هتلاقي علاقه بين في ال واي ال. ارسم الكيرف يبقى انا كده جبت ايه ثاني كاركترستيك اللي هي ايه اللودنج كاركترستكس. طب نعمل الكونكشن بس كل حاجه. دايره الدي سي سهله. دايره الاي الجنريتور يعني الدي سي موتور خلاص متوصل لها فولتج وانا بلعب فيه عشان اخد فاريبل دي سي سورس. دي بقى هنا بقى مش محتاج احط اميتر على دايره الفيلد اصلا. فانا هوصل الفيلد بشكل مباشر على الفيلد وايندنج بتاع الدي سي موت الدي سي جنريتور وخلاص. وبعد شويه احط دي عند رقم معين ومش هعرف فيه تاني. طيب اللي يهمني دلوقتي بقى ان انا احط ايه على خارج الجنريتور ده احط ايه لود ريزيستنس او اللود فاريبل بتاعنا. طيب هنعملها ازاي بقى؟ طيب انا عندي فاريبل دي سي فاريبل لود قصدي يعني ريزيستنس كبيره شويه ده موجود مكتوب هنا مكتوب هنا صح ماشي. لو رجعنا ثاني للبتاع دي فالنقطتين سي 1 وبي 2 دول بيمثلوا الارمتشر. اوصل هنا كده بمنتهى البساطه اميتر وبعد كده اللود عشان اعرف اقيس اللود بتاع الكرنت بتاع الاي لود وعلى الار ال احط فولت ميتر. طيب اعملها ازاي دي بقى؟ فاول نقطه خالص اللي هي سي 1 اللي هي النقطه اللي فوق دي هطلع بيها على هطلع بيها على اميتر الاول هطلع بيها على اميتر ومن الاميتر على على ايه؟ على اللود. على اللود. كده الجنريتور على الاميتر والاميتر على اللود. وفي الاخر ارجع من اللود على ايه؟ من اللود على الـ على الارميتشر اللي هو الطرف الثاني للارميتشر يعني. بالظبط، الطرف الثاني من الجنريتور. طبعا كده وصلت كل حاجة معايا ده الافو نجيب بقى في الاخر كده الافو اللي هو الفولتميتر عشان اقيس الفولت بتاع هنشغل ال دي سي موتور يجيب سرعة 1500 ار بي ام وبعد شوية اغير الاي اف دي او اثبتها عند رقم معين واقعد اغير بقى في الار ال. لما الار ال تتغير الاقي ده وده بتعبر عن في ال واي ال. كده تقريبا يعني لو شويه كده انا كده تقريبا سرعه 1500 ار بي ام. يبقى من ده خالص دلوقتي يبقى نحط اي اف هنا الريزستنس بتلعب شويه بس كده اول قرايه ان الفولتج كده الاي اف ثبته ما طلع فيه تاني كده الفولتج 29 فولت والكرنت كام بقى؟
فيه تقريبا يعني 0.13 تقريبا يعني 13 على 100 13 في 1 على 100 نبقى كده في الار اللي تاني طيب دي كده تاني قرايه تقريبا الاي ال 0.2 الفولتج كام؟ تقريبا 29 اللي هو بيقل مع الوقت يعني 29 اخر حاجه خالص كده لما يكون طبعا هي الريزيستنس معلقة للأسف كده الاي ال هتكون تقريبا 0.26 ده الاي ال الفولتج 28.7 طبعا هتلاقي كيرف بيوبي اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه ان كل ما الاي ال تزيد هتلاقي الفولت بيقل مع الوقت ماشي طيب في حد عنده اي مشكله في الكيرفين دول؟ شكرا جدا.